انا صعبان عليها بس المهندسه هايدي من التعبان اللي اسمه حاتم ده. حنان، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت انا ايه؟ يعني مش فاهم. مش كفايه اللي حصل منك جوه وانا عديتها بمزاجي؟ طالما عديتها يبقى انا دخلت مزاجك. انت جريئه قوي. انا ضعيفه قدام الحاجات اللي بتعجبني وانت عارف. حنان يا ابن اللعيبة يا فهمي، انت عايزة تتصور دي؟ فهمي حنان. بقت فوق دماغك يا فهمي. سعاد انت يا فهمي. انا لا 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 ما تفهمتيش غلط. دي هي ال... هي هي ال... سعاد اتفضل يا معلم. ايه دول يا عبد الله؟ دي فلوس القسط. معقوله؟ ده الشهر لسه ما جاش يا راجل. طيب ما هو ربنا فرجها اهو. خير البر عاجله. قلت استنى ليه؟ طب ما تخلي. الله يبارك لك. ده انا محتاجهم. ايه ده يا راجل؟ انا اقصد اقول لك خلي في عينك حصوه ملح وما تتاخرش في بقيه الاقساط. وانا اقول الكرم اللي نزل عليك دوت. ماشي. فلوس ناس يا حبيبي. يلا الله يسهلك. يلا بالاذن انا بقى عشان اروح اشوف شغلي. يلا ربنا معاك. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استغفر الله العظيم. مال ابراهيم؟ يا عبد الله مالك ماشي تايه كده وسارح في ملكوت الله؟ مالك في ايه؟ معلش مش واخد بالي والله. ومربي دقنك كده ليه؟ مالك انت في عندك كتاب ولا ايه؟ معلش بقى ايه؟ معنديش وقت احلقك. ليه في ايه؟ في ايه كفرنا الشر؟ مالك يا الدنيا سودت في وشي يا عبد الله. الشغلانه ما بقتش جايبه همها زي ما قلت لك قبل كده، لدرجه ان انا فكرت اسيبها واشوف شغلانه تانية عشان اقدر اعيش، وبرضه مش لاقي. ابراهيم ما دقت الا لما فرجت. اسمع مني والله العظيم، ان شاء الله ربنا يفرج عليك عشان انت ابن حلال وطيب. قول يا رب. يا رب. تشرب ايه؟ شدوا حالكم يا جماعه. بقال اهلا وسهلا. اهلا تسلم ايدك يا حبيبتي. الله يسلمك. على فكره انا قلت لامي واخويا على كل حاجه. وايه الاخبار؟ طمنيني يا اختي. طمني واحنا هنلاقي احسن من نسبكم. واخوك كمان ما عندوش مال
ما هو كمان ما بيهموش غير سعادتها وراحتها، وانا يا اختي مش هلاقي احسن من اخوكي. ربنا يخليكي يا حاجه، كل من ذوقك. ويا ترى بقى هنفرح بيهم امتى؟ اختي مش لما نخلص من موضوع جوزها الاول؟ ما هو ده اللي جاي علشانه. عادل اخويا مستعجل قوي وعايز يعرف راسه من رجليه. ما انا خلاص نويت ارفع قضيه خلع. اهلا اهلا بحالتها. ايه عاوز ايه؟ وحشتني يا ابو قلت اجي اشوفك، في حاجه دي؟ وحشتك يا تبطل تشتغلني وتثبتني بكلمتين يالا. اخلص عاوز ايه؟ انا مش ناقصك على الصبح كده يابا. دي مقابله تقابلني بيها وانا اللي كنت جايب لك معايا خبر حلو هيفرحك قوي. ايه امك عاوزه ترجعني تاني؟ ترجع لك ايه يابا؟ دي مبسوطه على اخي من عمه هنداوي، هو مش مخليها محتاجه اي حاجه. عمه هنداوي؟ انت جاي تعرى دم على الصبح انا ولا ايه؟ لا وانت السيد، انا جاي اخد منك فلوس عشان اعمل زنجلايه. تعمليها له؟ زنجلايه يعني اغنيه مهرجان عشان اكسر بيها الدنيا البشر من السادات كده. السادات مش جابك للسادات اتنايل، السادات ده بطل، بطل العبور الله يرحمه. ما تفرقش عليه يابا، ده لسه عايش. عايش مين يا ابني؟ انت ما توعاش انت على الحاجات دي. الله يرحمه استرشد في المنصه زمان. ومصحف لسه عايش، ده انا حاضر له حفله امبارح وكسر بيها الدنيا بالاغنيه اللي غناها. تحب اغنيها لك؟ غني ايه وانا فضيلك؟ دماغي متكرمه على الصبح. قوم اتكل على الله يلا. وفلوس الزنجلايه؟ لا خدها من عمه هنداوي. ماشي يا سلطان. ماشي يا سلطان، ده على السمك وفي جمبري. نوريتك انت امك وما بقاش هنا. 1000 جنيه؟ امال ايه يا نادي؟ انت مستقليه بجوزك ولا ايه؟ تعاني بقيت اكتع من ثم مبيعات في الشركه كلها. حتى المدير عمل معايا بونص ب 1000 جنيه زيهم. ما شاء الله. وشك حلو عليا يا نادي. وعلى فكره أنا جبت لك الملخصات اللي أنت عايزاها. الملخصات بتاعتي أنا؟ أيوة يا ناتي. دي ب 650 جنيه. يا ناتي مفيش حاجة تخلى عليك. المهم إن أنت تذاكري وتنكحي وتبقي الأولى على الجامعة زي كل سنة. بس أنا كده تقلت عليك قوي يا سكريم. يا ناتي هتقلي؟ أنا نفسي تقلي كل شوية تقلي علي. أنت دلوقتي ملسومة مين؟ بصراحة كده يعني عبد الله خلاص كفاية عليه قوي كده، وراه التسامة. خلاص اللي أنت شايفه. الله ريحه الدور المشوي حلوه قوي يا سكريم. ماني عارف يا نادي، امال انا كايبك هنا ليه؟ خلاص يا ستي ليك علي، كل يوم اجيبك هنا وتشمي. لا بجد والله فعلا ما اكلتش بقالي كتير قوي. انت جاي تفتكري النهارده كده؟ انت مش عايزه منك حاجه. في ايه يا نادي؟ والله العظيم بهصر. انت ستات يا مين؟ اه والله العظيم بهصر. طب تعالي بص. السلام عليكم. السلام عليكم. عايزين كوسين توره كتير يكونوا احلى كوسين توره عندي. تسلم ايدك. تسلم ايدك. سخن قوي. تسلم ايدك. ربنا يبارك لك يا عمي. خد. مش خساره فيه. ماشي. ماشي. يعني اتفقت السياده يا ناتي. الجو برد قوي يا سكريم. انا من اول عارف ان انت داخله على طمع يا ناتي. انت بصلي في الشاكت، انا عارف والله من الاول قعدت تقولي الشاكت حيل والشاكت حيل. حلو قوي الشاكت ايه؟ ايس كريم ايه؟ خدي يا نتي. شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما خلاص يا عبد الله، ربنا يرحمها ويحسن إليها. أمال لو كنت تعرفها كنت هتعمل إيه؟ أنا صعبان عليا، بس المهندسة هايدي كانت بتعلق بيها أوي وسابتها لوحدها. ليه؟ مش جوزها وجوز أمها لسه موجودين؟ جوزها نوار، ما أنا حكيت لك إن ده تعبان وبيعمل ألاعيب من وراها بلاوي.
بس انا الحمد لله انا مطمن ان فهمي بيه ده راجل طيب وبيعملها زي بنته بالظبط. طب اطمن زياده بقى يا اخويا، عشان اللي معاه فلوس ما بيغلبش وبيلاقي من الحبايب الف. نام انت بس وارتاح كده عشان تعرف تصحى فايق وتشوف اكل عيشك، عشان احنا ملناش غيرك يا عبد الله. حاضر انا هنام، ادعي لها ربنا يصبرها. يكشي ربنا ياخدها. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بس مش انت بس اللي مش مصدق، انا كمان مش مصدق. دي فرصتك وجات لحد عندك يا بنت، يبقى لازم تدقي على الحديد وهو سخن. حديد ايه؟ الراجل مزرجن يا منى، متهمني ان انا السبب في موت مراته. مش لوحدك يا حبيبتي، هو كمان شريك في الجريمه دي. هو مش شالها معاكي وحطها في السرير عشان محدش يضرب حاجة؟ حصل. تبقوا شركة، وزي ما شاركتوا في الايه؟ في المرة، تبقوا شركة في الحلو. بقولك مزرجن يا منى، كتر الدق يلين المزرجن، اسألين انا. يلا بينا، يلا. ايه الكلام ده؟ ممكن استعين بالصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامحيني يا سعاد، سامحيني يا حبيبتي، انا طول عمري كنت مخلص ليكي، ده مش بإيدي، غصب عني. أنا اللي حاسس فيها وهيقتلني، موتي وأنت مفكر إني بخونك. منك لله يا حنان، منك لله يا حنان، منك لله. أصيل يا خالي، أصيل شد حيلك. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اقف جنبك واسيك، انت خالي والخال والد. ماما سعاد دي امي، وحشتني قوي، وانت كمان وحشتك مش كده؟ وحشتني قوي. عندي ليها فيديو يمكن لو شفته يصبرك شوية. فيديو ايه؟ ايه ده؟ اللي تصورته ده؟ ايه ده؟ انت دلوقتي بقى بتعيط على فراقها ولا عشان خايف تتحبس؟ ايوه، ما هي دي جريمه يا خالو، بس ما تخافش محدش يعرف حاجه عنها غيري، محدش يعرف حاجه عن الفيديو ده برضه غيري.
وانا ساتر وغلط عليك. انت عايز ايه يا حاتم؟ مش عايز حاجه، انا عايزك بس تمضي لي على شويه ورق مهم. ورق ايه؟ ورق مستعجل كده، في مصلحه ليا وليك. يعني ايه مصلحه ليا وليك؟ احنا طول عمرنا بنشتغل لمصلحه الشركه. طول عمرنا بنشتغل لمصلحة الشركة، علشان كده جه الوقت ان نشتغل فيه لمصلحتنا. تقصد ايه؟ اقصد انك تسمع كلامي وتمضي على الورق اللي انا جايبه لك ده، علشان اسيبك تختلي مع ماما سعاد، يمكن تسامحك على اللي عملته فيها. ما هو اصل لو هايدي عرفت ان انت السبب في موت امها هتبقى مصيبة. انت بتهددني يا حاتم؟ انا مش بهددك، بنصحك. بنصحك يا خالو عشان خايف على مصلحتك. امضي. امضي. يا عمك ربنا يخليك، شد حيلك يا هايدي يا حبيبتي. ميرسي يا طنط ليلى. الحقيقة هايدي يا بنتي، أنا سعاد هانم بالنسبة لي كانت أكتر من أخت، وإذا كان فراقها مأثر فيكوا طبعًا فمؤكد يعز علينا إحنا كمان فراقها بشكل كبير جدًا. اتفضلي يا هانم. على فكرة هايدي، أنا من بكرة الصبح إن شاء الله هبتدي امشي في اجراءات اعلام الوراثه. ميرسي قوي يا انكل، تعبينك معانا. لا ما تقوليش كده، ولا تعب ولا حاجه. وبعدين ما تنسيش ان انا مربيكي على ايديا دول، يعني معزتك عندي زي معزه شريط بنتي بالظبط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد الله؟ الله يخليك ويخليك. اخبارك ايه يا عبد الله؟ تمام يا ناس شيرين، الحمد لله. ايه ده، انت تعرفيه؟ اعرفك كويس جدا. خير يا عبد الله، في ايه؟ فهمي بيبعت معاه المصاحف دي على روح المرحومه، وبيقول لحضرتك ان هو هيتاخر شويه على ان في اجتماع مع حاتم بيه. طيب حطها هنا وتفضل انت. طيب حضرتك عايزه حاجه مني؟ شكرا. طيب لو عاوزت حاجه انا بره. ميرسي. الغاز 35 والميه 30 والكهرباء، الكهرباء جت عاليه الشهر ده قوي. ايوه، ال 400 اللي خدناهم من ام سعيد، يبقى كده في الاخر. طب وبعدين الميزانيه كده خرمت على الاخر ومش هتجيبنا لاخر الشهر، وبعدين لسه في بنوت ياما ما تسددتش. هم على يدك اهو، اللي جاي من اللي رايح. نص الايراد بيروح على قصه توك حسن، والربع بدي لامي، والربع التاني اللي هو المرتب بتاعك كان زماننا شحتنا. ما تشغلش بالك، والله العظيم هتتدبر، ربك ما بينساش حد. طب انا اقول لك على حاجه، انا اعدي على ام سمير واخليها تقبضني الجمعيه شويه بدري وهي تفك ازمه. طول عمرك مدبره، نورت حياتي بجد. والنبي يا عبد الله، يعني انا فعلا منوره لك حياتك؟ طبعا منوره لحياتي، ده انت سند يا نواره، في حد يلاقيكي في الزمن ده خالص؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. يخليك ليا يا رب. تحبني يا عبد الله؟ طبعا بحبك، انت مراتي يا بنت. ايوه، يعني انت بتحبني بس عشان انا مراتك؟ انا عايز اسالك سؤال. هو الزن بتاعك بتاع انا بتحبني يا عبد الله، انت بتزهقيش؟ عايز اسمعها منك يا اخي، عايز احس انك حاسسها بجد. نفسي يا عبد الله اشوفها في عينيك من غير ما تقولها. طب انا عايز اسالك سؤال. اسال. انت بتحبني؟ طب بذمتك ده سؤال يرضي ربنا. عرفت بقى هي بتزعل ازاي؟ بتزهق ازاي؟ ايوه طبعا بحب، ده انت نور عينيا اللي بشوف بيها. طب والنعمه من غيرك دنيتي تضل. انت روحي يا نوار.
ربنا يخليك لي. خش على النكت تاني يا نوار. بص بقى. ايه ده؟ وحشتيني. ده انت بجح قوي بقى. مش بجاح، ده حب يا نادي. اللي زيك اصلا ما عندوش قلب عشان يعرف يحب. وامشي بقى دلوقتي بدل ما افرج عليك الناس. الله 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 الله، ده احنا قلبنا قوي بقى نعرف نزعق. لا انا ما اعرفش ان الجواز بيقوي قلب كده يا ناديه بصراحه. هلا قولي لي بقى، انت عملت ايه في الحمل؟ سقطتي ولا اللي قوي قلبك كده لبسه؟ انت اوسخ واحد انا شفته في حياتي. اوسخ والله العظيم، لو ما مشيتش لا هصوت وهلم عليك الناس. تمام، صوتي وعلي صوتك في السويت والنبي، عشان انت اللي هتتفتح مش انا. انا دافنينه سوا. انت عايز ايه بالظبط؟ وحشتيني. ابنت ايدك على يا كسبه، ابن الكسبه، يا حصلت ابنت ايدك على بنات الناس في الحرم الجامعي. الحرم الجامعي؟ وكمان بتتريق على ايه؟ مين ده؟ خلاص مين قال اللي هعدمك؟ الله الله الله، خلاص اسكنينك، 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 اسكنينك. افهم بيه. ايوه يا عبد الله، انت فين؟ انا مع الاستاذه هايدي هنا في المقابر بتزور المرحوم. هتتاخروا؟ ما انا مش عارف والله، بس انت عارف الاستاذه هايدي من ساعه اللي حصل بطلت تسوق. كنت عايز حاجه؟ اصل قربت اخلص شغل وكنت عايزك توصلني. طيب ماشي، انا هوصلها واجي لحضرتك على طول. لا 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 خلاص، انا هروح بعربيتي. طيب ماشي افهم بيه، ماشي افهم. سلام يا فندم. سلام. سكرينة يا سكرينة، ما خلاص بقى يا سكرينة. كتاياتي اجازاتي اجازاتي، ان انا وقفت جنبك برضه بتروح الجامع وتقف مع اللي اسمه طارق تيه. والله العظيم هو اللي وقفني غصب عني، وبعدين انا قلت الكلام ده قدامك وقدام بتوع الامن وهما بيسلكوا في الخناق. هم بتوع الامن دول ما سابونيش غير لما طلعت القسيمه. انا كنت هتحبس يا ناتي. ما انت سقت فيها يا سكرينة وفتحت له دماغه قدام الجامعه كلها. ماشي ماشي، سحلان عليه قوي يعني؟ لا بالعكس، انا مبسوطه كده، عارف فشيت لي جليلي فيه. طب اقول لك يا نادي. نعم. والله العظيم يا نادي، لو سمعت اي كلمه تانية عن طارق تيه ولا عرفت ان انت وقفت معاه، انا ما اعرفش ساعتها اعمل ايه. حاضر والله العظيم هقف معاه حتى لو وقفني غصب عني، بس ما تكشرش كده يا سكرينه. خلاص سيبيني دلوقتي، شكلك وحش. خلاص فك. بعدين ما قلتليش اصلا ان انت جاي تاخدني من الجامعه ليه؟ ها فاجئتني. يعني كان عندي مشوار كده في الكاميرا. مشوار ايه ده؟ أصلاً كنت بقدم في الجامعة المفتوحة. بجد؟ اه والله العظيم، بس قالوا لي ما ينفعش عشان لازم تقدم بعد الترم التاني. برافو عليك، بس انت ليه ما قلتليش؟ وايه اللي خلاك تعمل كده اصلا؟ يعني كنت عايز اعملها لك مفاجاه. بعدين انا كل منايا يا ناتي انني اشرفك وارفع راسك قدام اي حد. يا سكرين انت تشرف اي حد. كفايه اللي انت عملته معايا. قولي والله العظيم من قلبك. والله العظيم من قلبي. طب وانا مسامحك يا نادي، بس ما تعمليش كده تاني. حاضر. مساء الفل يا باشا. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت اتجننتي؟ انا لو معايا رقمك كنت اتصلت عليك وما كنتش جيت هنا. مش كفايه اللي حصل بسببك؟ ما تسلمنيش يا باشا، هو كان حصل ايه؟ طب اتفضلي انزلي قبل ما حد يشوفني، ومش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهمه؟ روق بس كده وتعالى نقعد مع بعض في حته هاديه نتكلم كلمتين. احنا مفيش بينا كلام، اتفضلي انزلي. لا ما انا مش نازله غير لما اقول لك الكلمتين اللي عندي. طب وطي وطي راسك عشان حد يشوفك. دي ماتت وهي فاكره اني بخونها، ولولا وجودي الجنب ساعتها ما كانش حصل اللي حصل. محدش بيموت ناقص عمر يا باشا، وبعدين لكل اجل كتاب. ونعم بالله. بس انا عايز اعرف بقى، انت ايه اللي جابك عندي الاوضه اساسا؟ غصبا عني في حاجات شدتني ناحيتك، هي اللي خلتني اعمل كده. حاجات ايه؟
معرفش، يمكن معاملتك الطيبه ليا ولا حنيتك عليا. فاكر لما اديتني فلوس اجيب بيها حاجات لنفسي؟ هو اللي يعمل خير في الزمان ده يبقى ده جزاته برضه. اه الخير ده هو اللي حسسني بالحنان من ساعه ما ابويا مات الله يرحمه. صدقني انا ارتحت لك قوي. طب ايه اللي خلاكي تمسكي ايدي وانا بغطي سعاد الله يرحمه؟ وايه اللي خلاكي جيتي اوضتي وانا بغير هدومي وعملتي اللي عملتيه ده؟ انا كنت محتاجه المسك عشان تحس بمشاعري ناحيتك. مشاعر ايه؟ انت عايزه تفهميني انك حبيتيني؟ ابقى بكذب عليك لو قلت لك اني حبيتك. امال ده تسميه ايه؟ تقدر تقول اني معجبه بيك ومطمنه لك ومش قادره استغنى عنك. طب اشمعنى انا؟ ليه مش حد من سنك؟ معرفش، يمكن عشان احنا ظروفنا شبه بعض. انت اتحرمت من حنان مراتك وانا اتحرمت من حنان ابويا الله يرحمه. وبعدين يمكن ربنا بعتنا لبعض عشان كل واحد يعوض التاني عن الحاجه اللي ناقصه. ايوه بس في فرق اجتماعي كبير بيننا وفي فرق سن كمان. فرق ايه يا باشا؟ ده الشباب شباب القلب، وبعدين بقى القلب وما يريد، مش هما بيقولوا كده؟ وحته الفرق الاجتماعي دي بقى فرحه نفسيه ما بتعرفش فروق. طب لو افترضنا اني صدقتك ممكن تقولي لي بقى ده اخرته ايه؟ سيبها بظروفها يا باشا، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. المهم انك توعدني انك مش هتسيبني لوحدي. ده انا وحدانية وما صدقت ان انا لقيتك. منور يا ابو عمير. ده نورك يا مرات خالي، انا عارف ان ده وقت غدا بس انتوا وحشتوني وقلت اطمن عليكم. انت حد فاكرك اصلا يا ابو عميري؟ ده احنا نسينا ان في ابو عميري. يا ابو عميري اطمن يا اخويا، احنا كويسين وحلوين بس قبل ما انت تيجي. واطمن احنا اتغديني خلاص، اتغديني ومفيش حاكي تاكله. الله يخرب عقلك يا سكرينة. هو انت ما بتعرفش تقعد ساكت ابدا؟ بس خلينا التهم. الله 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 يسد نفسك يا معين، ده انا على لحم بطني من الصبح امراض خالي. يا كده بس يا ابني، قوم يا فادي، قوم يا بنتي اعملي له بطين. حاضر يا ام. استني يا فاتي، بطين ايه؟ وتقول عايش بقى وانهي منطقي بايخي. لا حلو قوي. بس حرام عليك مش قادر اقف من كتر الضحك. لا وليه ما نضحك ونكلم؟ متجمعين عند النبي عليه الصلاه والسلام. احضرنا يا عبد الله. ايه؟ تعالى شوف ابو عميره وسكرين عاملين ايه. اه ما دول نيلي وشرهان على طول كده. بس انا نيلي. مالك يا شرهان زعلان ليه؟ هو عبد الله. بقول لك يا فادي، انا كنت عند المحامي وقال لي خلاص رفع قضيه الخلع. طب الحمد لله، ربنا يخليك لي يا اخويا. انت يا حبيبتي بقول لك نور عليك ثانيه واحده. ايش انا اذنك يا جماعه. اتفضل. خلع ايه يا مرات خالي؟ اسكت. لا خلاص ناوي تخلع اللي ما يتسمى. ليه احلى خبر سمعته النهارده. عشان تعيشي حياتك بقى وتلاقي اللي يقدرك. اسمع من بقك ربنا يا ابني. البت فاديه دي انسب واحده ليك يا ابو عميره. هتبقى متطلقه ومعها عيله، يعني بوس ايدها وش وظهر انك رضيت بيها تكون اول بختك. ده غير انها بتشتغل خياطه وكسيبه، يعني مش هتدفع حاجه في الجوازه دي. بالعكس ده انت هتروح تعيش معهم في الشقه. اه اشمعنى سكرينه؟ وخالتي فاطمه بقى تيجي تتنيل تقعد مكاني هنا. يخرب بيت دماغك يا ابو عميره. سم امك فين يا فادي؟ راحت التراب هي وحماتك ونوره عشان يزوروا حسن. طب ايه اللي اخرهم لحد دلوقتي؟ سمانهم كاين يا عطل الخايب حكيته معاه. الخايب على الله بس يجيبوا لي قرط من اللي بيوزعوها هناك. انت على طول يا بنت همك على بطنك؟ انا كده قلقت عليهم، انا هكلمهم. بينهم جم يا عبد الله. ايه ده؟ ايه ياما اللي اخركم لحد دلوقتي؟ اصبر علينا بس شويه يا ابني نلقط نفسنا. طيب خدوا نفسكم. دل على السلامه. انا الله يسلمك يا عبد الله. مالكم مبسوطين قوي كده في ايه؟ احنا بقى يا سيدي كنا بنزور حسن، قامت نوره تعبت مننا في الطريق، طلعنا على الدكتور على طول. الف سلام عليك يا نوره. الله يسلمك. طب في ايه طيب؟ الف مبروك يا عبد الله، نوره حامل. نوره حامل؟ انت بتتكلمي جد يا اما؟ ايه الحاجات دي فيها هزار يا عبد الله؟ طبعا بجد. الله اكبر، ده احلى خبر سمعته في حياتي. انا مبسوط بجد يا نوار. مش اكتر من مبروك يا عبد الله. مبروك يا نوار. الله يبارك فيك يا نادي. عبالك يا نادي يا رب. اللهم امين يا عبد الله. مبروك يا عبد الله.
مبروك يا نواري. الله يبارك فيك. انتوا عارفين ان شاء الله لو جه ولد هسميه ايه؟ كان باتي معروف هتسميه سكريني. يعني انت ترضاها لي؟ طب ما انا رضيتها على نفسي. هنسميه ايه يا عبد الله؟ هسميه على اسم المرحوم حسن. الله يرحمه. طب ولو طلعت بيت؟ اسكرينا بقى. يا اخي اتنين بقى. هسميها حسن. الله. الله يرحمك يا حسن. الله يرحمك. مبروك يا نوار. مبروك يا عبد الله. مبروك يا غالي. جرايه يا عبد الله. يا باشا ازيك يا حاتم بيه؟ ايه يا راجل مش تقول ان مراتك حامل؟ يا باشا الله يبارك فيك، ده لسه الحمل في الاول يعني ان شاء الله خير. لا طبعا كان لازم تقول لي الف الف مبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك. امسك. لا يا باشا الله يخليك. امسك يا عبد الله. لا الله يكرمك والله مستوره والله زي الفل. ما تكسفنيش بقى. ماشي يا حاتم بيه متشكرين. وبعدين بتفطر لوحدك انت بخيل ولا ايه؟ يا باشا اتفضل. اعمل لي طب كوبايه شاي. ولا على الشاي؟ أيوه. الشاي بحليب ولا شاي ساده؟ لا شاي ساده. ماشي ماشي يا باشا. طب باشا عايز سكر ايه يعني معلقتين ولا ثلاثه ولا ايه؟ ثلاث معالق. حاضر ثلاث معالق. ماشي كده. ماشي. باشا عايزه نعناع ولا في قرنفل ونعناع وحاجه؟ مش عايز حاجه يا عبد الله والله. مش يعني ماشي ماشي مش عايز حاجه.